السلام عليكم. ازاي اخلي الريفت شغال بشكل اسرع؟ لو انت شغال على الفيشن او سيكشن، اعمل موضوع كليب بحيث ان اي حاجه بره المنظر بتاعك تختفي، لان وانت بتعمل زوم بتعمل اي حاجه هو بيقعد يعمل معالجه لكل الشغل. فلو في نقطه بعيده عن الشغل بتاعك بيضطر يقعد يعمل لها معالجه 3 4 كيلو لحد ما يعمل المعالجه بتاعته. فالافضل ان انا اعمل كليب على الجزء اللي انا شغال عليه. لو انا معايا سيكشن معين بلغي كل الحاجات اللي بره السكشن ديت، اخفيها بالنسبه لي. برضه انت شغال على البلان، حاول برضه تفعل موضوع الكليب بحيث ان اي حاجه بره الجزء اللي انت شغال عليه ما يضطرش ان هو كل يعالجها كل ما تيجي تعمل زوم او موف او اي حاجه. ما تفجرش اي حاجه خالص، هنسجلك ارهابي لو قعدت تفجر الاوتوكاد بالذات في الفاميلي. كل شويه تعمل فاميلي وتحط فيها اوتوكاد وتفجرها وتسيب الحاجات موجوده. ما تقعدش تعمل امبورت للدي دبليو كتير، انت بتعمل على قد ما تقدر. يعني مش معنى كده ان ده اختيار مرفوض خالص، لا، بس ما يبقاش هو الاسهل حل. لا، يعني حاول تشوف اختيارات ان انت تقلل الموضوع دوت. اي فاميلي غير مستخدمه شيلها. كان في مشروع 400 ميجا، لما قعدنا نلغي الحاجات وصل ل 30 ميجا، تمام، لان هو عمال يحط فاميلي. المفروض الفاميلي ما تحطش غير لما يكون واثق ان هي ديت وجربتها وبعد كده ابدا ادخلها في المشروع. لو دخلتها في المشروع وشفت ان انت مش محتاجها وما استخدمتهاش تلغيها. استخدم الخطوط الموديل باعتدال، يعني ما بقولش ما استخدمهاش بس استخدمها باعتدال. مفيش حاجه اسمها دي ممنوع خالص، بس